تفضل. هنا بقى بعمل كل الاجتماعات السرية. اجتماعات السرية وبس؟ آه. انت بتضحكيني على فكرة. أنا ماليش في الأجواء. ما أنا عارفة. وأنت لو ليك في الأجواء دي كنت جيت معاك هنا؟ هو ده لو جرسونيرة ولا بيدخل هنا أي واحدة شمال. كنت أجيبك هنا؟ أنا عارفك كويس. وأنا عارفك. تفضلي. ميرسي. طول عمري عايش عشان شغلي. لو خدت يوم اجازه ابقى متوتر ومش على بعض لحد ما ارجع الشغل تاني. اتفضل. ميرسي. من وانا صغير في حسبه في دماغي مش قادر انساها ابدا. طبعا انت ما بتنساش حاجه خالص. بالظبط كده. كويس ولا عايز سكر تاني؟ سكر؟ مش قلنا سكر؟ لا سجاير. لا احفظها بقى. حاضر حاضر خلاص. ولا سكر ولا سجاير. اوكي. طب والحسبة دي عايزة تعرفيها؟ أكيد. طيب قولي لي يا ستي، لو أي واحد فينا عاش هيعيش له كام سنة؟ مهما عاش يعني أفرج 70 سنة. أول 20 سنة بنقضيهم في تعليم ودراسة ولعب وطفولة والكلام ده كله. بعد كده عندك 7 ساعات نوم وأكل وحمام وشرب ومواصلات وتليفونات وصحابنا وحضور أفراح عزاء، يفوتوا 30 تاني، يبقى فاضل 20 سنة. تفتكري في العشرين سنة دول الواحد ممكن يحقق أحلامه؟ صدق أول مرة أخد بالي من الحسبة دي، عمري ما فكرت فيها. طب احسبيها وانت تتأكدي. ما هي باينة بس الناس ما بتاخدش بالها من الكلام ده. هي دي المشكلة. بس اللي بياخد باله بقى بيتعذب لو دقيقة راحت منه. بيتعذب لأنه عارف إن العمر قصير. عشان كده ما يقدرش يقضي الحياة هلس وكلام فاضي. فعلا. عندك حق. كل ثانية بتفرق. كل خطوة بتفرق. لأن الواحد ممكن يبقى عايز يمشي كده فيروح ماشي كده عكس الاتجاه. فيروح منه 20 سنة. في الحالة دي يخسر كل حاجة وما يسيبش حتى ذكرى اللي جايين بعده. هو أنت بجد كده؟ يعني إيه؟ يعني كده زي ما أنا شايفاك. حسب أنت شايفاني إزاي؟ شايفة بلاوي. يا ساتر. شايفك حد بسيط محترم جدع وبنفس الوقت عملي وبتحب شغلك وعايز تحافظ على اللي عملته. واو. احنا كده بنعكس. صح. اللي بنيته. طيب لو قلت لك ان انا لسه ما عملتش اللي عايز اعمله. نعم. حسيتش يعني. بس عايز ايه تاني؟ عايز توصل لايه؟ عايز اخش التاريخ. ايه البساطة اللي انت فيها دي؟ التاريخ؟ مرة واحدة؟ مرة ازاي؟ انت عارفة مين أكتر حد أثر فيا في حياتي؟ أمي الله يرحمها. أمي هي السبب في إن الشخص اللي واقف قدامك دلوقتي هي صاحبة الفضل الأول والأخير. طول عمرها كانت تحكي لي حواديت وأنا صغير. في حدوتة بالذات من دول فضلت معايا لحد النهاردة. طب ما تحكيها لي، ممكن أقولها رنا وتستفاد بيها. أحكيها لي. بس بمناسبة رنا، أنا اديت الفايل بتاعها المفيد هيبعته لدكتور صاحبه في فرنسا وهرد عليه قريب. خدناها فرنسا. نفس اللي بيتعمل هنا هو اللي الطلب هناك. لازم كيمو ثيرابي. معلش خلينا نخبط على كل البيبان، يمكن في حاجه جديده. يا ريت. شيل بي فاين ان شاء الله.
هجيب لك سكر. تاني؟ فين سيجارك النهارده؟ مش عايز اضايق. بالعكس قلت لك بحب ريحته. خلاص نجيب سيجارة. الحكاية إن أمير هندي جمع كل العلماء اللي عنده وقال لهم عايزكم تلخصوا لي تاريخ البشرية كله. أنا عايز أعرف تجارب اللي قبلي عشان أحكم بالعدل. غابوا العلماء سنين وسنين ورجعوا له بألف جمل. كل جمل عليه ألف كتاب، الراجل اتخض. طبعًا ألف جمل في ألف كتاب، هيقرأ ده إمتى؟ قال لهم لا لا لا، ما ينفعنيش الكلام ده. أنا عايزكم تلخصوا لي تاريخ البشرية في كتاب واحد. غابوا سنين تاني ورجعوا له بكتاب من ألف صفحة. قال لهم وأنا قاعد فيا عمر أقرأ ألف صفحة؟ أنتوا تلخصوا لي الحكاية كلها في صفحة واحدة. ضربوا لخمة طبعًا. لحد ما جه راجل حكيم كده قال لهم أنا مستعد ألخص لكم تاريخ البشرية كلها في ثلاث كلمات من غير حروف عطف وأداة استثناء. ثلاث كلمات بس؟ ثلاثة بس. راح كاتب لهم كده: ولدوا، عاشوا، ماتوا، نقطتين، إلا. صحيح؟ مش البشرية كلها اتولدت وعاشت وبتموت؟ فعلا. احتاروا بقى في الأداة دي، أداة الاستثناء، إلا. شرح له، قال لهم إلا الأسماء اللي دخلت التاريخ وفضلوا عايشين حتى بعد موته. اللي أنت عايز تبقى منه؟ أصل بايخ أوي الواحد يجي ويعيش ويموت ومحدش يحس بيه. صح، بس اللي دخلوا التاريخ دول عظماء، زعماء، ملوك، مش ناس عاديين. مش شرط. عندك بيل جيتس، ستيف جوبز، بيليه، مارادونا، الخطيب، براندو، احمد زكي، ام كلثوم، شكسبير، فيروز، اديسون مثلا، طلعت حرب. دماغ انت برضه مش سهل. انت عارف ان انا بخاف اقول الكلام ده لحد. ليه؟ بتخاف من الحسد؟ لا، هيقولوا عليا مجنون. طب انت اهو بتقول قدام، انا ممكن اقول عليك مجنون. لو كنت شكيت لحظه انك هتقول عليا كده ما كنتش قلت لك. يا عم الصفه دي جايبها منين؟ اللي عرفته عنك. عني؟ ايه اللي انت عرفته عني؟ ومن مين؟ منك انت. انا سالتك انت عن نفسك وانت اللي جاوبتي. امتى وازاي؟ امتى وازاي؟ اقول لك، لما بعت لك ايميل رسمي قلت لك فيه لازم تعرضي كل الافكار على الناس بتوعي قبل ما تنفذي، وانت عملتي كده فعلا. ما استغلتيش المساحه اللي بيني وبينك. لما رفضتي كامبين ب 10 مليون جنيه زياده عن الكامبين بتاعتي. لما قفلت السكه في وش واحد عرض عليكي ملايين لمجرد انه عايز يتغدى ويتعشى معك. هو انت عرفت الكلام ده منين؟ هو انت بتختبرني؟ كنتش انت اللي بعت الناس دي عشان نديم؟ ليه؟ كان لازم اعمل كده. بتختبرني انا يا نديم؟ عايز اشيل كل الماسكات قدامك، لازم اعرف. طب وانا ما عملتش زيك ليه؟ ليه سبت نفس الاحساس من غير اي ماسك؟ انت مش في مكاني وعمرك ما هتمر باللي انا مريت بيه. عارف اللي عملته ده معناه ايه؟ معناه اني عايز اتكلم وعايزك تهدي وتسمعيني. تتكلم واسمعك بس متردد وخايف. قبل كده كنت متردد. دلوقتي عايز اقول لك كل حاجه. انت بالذات. ليه؟ ما تسالنيش، لان ما عنديش الاجابه. انا بقى عندي الاجابه. حضرتك لسه خارج من ازمه بعد انفصالك عن المدام، ولقيت قدامك واحده تعاطفت معاها عشان. مش صحيح الكلام. عشان ايه؟ عشان بنتها عيانة، وهو ده اللي حصل. لا، مش هو ده اللي حصل. معلش أنا لازم أمشي. مالك 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 مالك، لو سمحت اهدي وخليني أقول لك كل اللي أنا حاسه ناحيتك. لو ليا خاطر عندك بلاش. ليه؟ أنا عطلتك كتير، كفاية كده.
مش انا الدواء اللي هتنسى بيه اللي حصل لك. دي فين يا ملك؟ انا بدور عليكي من الصبح. في ليه؟ في ايه؟ انا اديني عليكي. لا والله ملك ارجوكي بليز بطلي الاختفاءات المريبه بتاعتك دي. هاي نهى. هاي، انت اتاخرتي كده ليه؟ ايه في ايه يا جماعه؟ انتوا ليه محسسيني ان انا بشتغل عندكم؟ اوه يا ملك، ما اعرفش. نهى. ايوه. عايزاكي ضروري. حاضر. الايميل ده يتبعت لنديم فخري حالا. ايه ده؟ انت مجنونه يا ملك؟ انت عايزه تلغي الكامبين اللي احنا كلنا هنموت عليها؟ من غير كلام كتير ولاد، اللي انا قلت عليه يتعمل من سكات، ويا ريت في السكرتها، مش عايزه حد في الشركه يعرف دلوقتي. اوكي، شوفي شغلك. ايه يا عمان، كلمتني كتير انت. نعم يا روح امك. هربت يعني ايه؟ شغل معاك رجاله ولا نسوان بترح؟ اخرس، تقلب الدنيا عليها وتجيبها من تحت الارض. مفهوم يا نديم باشا. لا 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 لا، اطمن يا باشا، تحت امرك. قبل ما يطلع النهار هتكون تحت ايدينا. سلام يا باشا. انت ازاي تعملي كده من غير ما تقولي لي؟ هي اللي طلبت مني كده يا رامي. ايوه بس انت ما بتخبيش عني حاجه. ما عشان انا ما بخبيش، قلت لك. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما بعتي الميل ب 10 ساعات؟
رامي بليز عشان خاطري اوعى تقولها انك عرفت، شكلها بقى زباله قوي قدامها. تصدقي انك فعلا عيله زباله؟ حضر العربيه، انا نازله على طول. مفيش رد على الايميل اللي بعتناه؟ نو. ايميل ايه؟ انت هتبطل فضولك امتى؟ طب تحبي ابعت لك الراجل بتاع الموضوع اياه؟ موضوع ايه؟ الراجل هيجي كده ونقعده معاكي وتسمعي هو عايز يقول ايه وبعدين تشتري منه ومخلصين احنا على الموضوع. انت اللي تخلص. ركز مالك، ركز يا حبيبي على مالك. قول الموضوع. تشتري منه ونخلص الموضوع. نخلص ايه يا هطل؟ ده فخ كان معمول لنا. فخ؟ فخ يعني ايه؟ فخ يعني نديم فخري هو اللي بعته. سلام. سلام. أنا مش فاهم حاجة. وحياتك ولا أنا. إحنا بقى كنا بنقول إيه؟